I need a response. يا باشمهندسين ايوه يا دكتور ماهر. تمام، الدكتور سعيد بلغني ان كنتوا عاوزين تكتفوا، وكان احد زمايلكم كان بلغني عشان ضيق الوقت يعني وكده يعني والاعباء اللي عليكم. تمام، عندنا شفوي بكره كمان، عندكم شفوي النهارده؟ بكره بكره ماشي، مفيش مشكله. انا عارف بقى ان الامتحانات الفاينل قربت يعني والدنيا اتزنقت، فالنهارده بس انا هكمل معاكم يعني الموضوع الاولاني اللي انا كنت بداته معاكم، بس يبقى يعني انا كدت لكم موضوع واحد، والدكتور سعيد بقى اداكم ايه الماجوريتي بتاع المقرر، معظم المقرر يعني. تمام، او اللي هو اداهولكم هيعتبر هو الجزء الاكبر يعني. فانا النهارده بس هراجع معاكم الجزء اللي انا اداهولكم واكمل الجزء اللي كان متبقي فيه. احنا كنا اتكلمت معاكم على ضبط الجوده الاحصائي وبعد التعريف، وكنا وصلنا مع بعض إلى ما يسمى بضبط الجودة بيانيا، صح؟ تمام صح يا يا دكتور. باشمهندسين؟ كنا واقفين قبل ضبط الجودة البياني على طول. يعني احنا كنا وصلنا لغاية أول ضبط الجودة البياني كده، وأنتوا قلتوا ذات صنف يعني كفاية كده، ولما نكمل في فرصة تالية، والفرص ما جاتش. طيب انتوا خدتوا سيكشن على الموضوع ده مع المعيدين؟ بتشرح لنا جزء في ضبط الجودة البياني كمثال بس، طيب الموضوع تمام نفسه تمام مشرحناش ده كموضوع يعني. صنف، ده كافي يعني. ده كان دور ان هم المعيدين المهندس احمد والزملاء بلغوني ان هم ادوكوا سيكشن فيه يعني. طيب احنا النهارده بس هنكمل الجزء دوت يعني في نص ساعه كده، وهنكتفي بهذا الجزء بناء على رغبتكم، وايه وعشان بس طالما انتوا يعني انزلقتوا يعني. هو الموضوع مش موضوع كام، انما هو طبعا موضوع مهم ان احنا نتعلمه، انما طبعا يعني احنا يعني التعليم لن ينتهي ولن نتوقف بمرحله البكالوريوس، انما دايما فيما يسمى التعليم الايه الذاتي والتعليم المستمر يعني. دايما الواحد بيبقى يعني جزء من التعليم المفروض ان هو يربى فينا كلنا ان الواحد دايما يقدر يعلم نفسه، مش لازم حد يجي يعلمه يعني، اللي هو بنقول عليه السيلف ليرنينج اللي هو التعليم الذاتي. واحد يعني النهارده يعني في خرسانات جديده موجوده هتطلع للسوق احنا ما درسناهاش، فلابد ان احنا نقدر يعني نقرا عنها ونتعلم من خلالها يعني ازاي نقدر نتعامل معاها الى اخره يعني. المهم ان هو فيما يسمى اللي هو التعليم الذاتي والتعليم المستمر. طيب انا هبدا معاكم بسرعه كده الجزء هي بتاع ضبط الجوده الاحصائي اللي هو بيانيه. تمام، فأنا دلوقتي هعمل شير اهوت للايه للمحاضرة. تمام يا باشمهندسين، بان الصورة عندكم تمام، ظاهر يا دكتور. ظهرت؟ واضحة. طب تمام، هو يعني هو بس الموضوع ده برضه عشان نحصر اللي احنا مسؤولين عنه، وان يعني احنا اتكلمنا على بعض التعريف اللي منها اللي هي اللي هو احنا اتكلمنا فيه اللي هي تعريف ضبط الجودة. اتكلمنا على تعريف ضبط الجودة،
تمام، اتكلمنا على تعريف ضبط الجودة، اتكلمنا على تعريف تأكيد الجودة، وفرقنا ما بين ضبط الجودة وتأكيد الجودة. باين قدامكم دلوقتي تعريف تأكيد الجودة Quality Assurance. يا دكتور، هو اللي ثابت عندنا السلايد بتاعت التفتيش الفني وضبط الجودة الأعمال اه مش الخاصة. باين يعني؟ طيب تمام. تمام. طب كده باين معاكم تأكيد الجودة؟ اه كده واضح يا دكتور. طيب تمام. الفرق ما بين ضبط الجودة وتأكيد الجودة إن ضبط الجودة يعني متعلق بالأمور الفنية اللي هي باختبارات المواد وخواصها وحدود القبول والرفض ليها، إنما تأكيد الجودة متعلق بالأمور الإدارية اللي هو ليها لها علاقة بالبرودكشن، بالإنتاج، إن أنا أعمل سيناريو للاستلام، سيناريو للمراجعات إلى آخره، وداخل فيها كمان الإجراءات الفنية المتعلقة بخواص المواد. ده ضبط الجودة وتأكيد الجودة. وعرفنا كمان إن هو كمان إن في ضبط جودة داخلي وفي ضبط جودة خارجي. في ضبط جودة داخلي وضبط جودة خارجي. تمام. ضبط الجودة الداخلي بيقوم به المقاول أو مندوبه أو حد متخصص من قبله في إيه؟ في أعمال ضبط الجودة. ده بالنسبة لضبط الجودة الداخلي. ضبط الجودة الخارجي بيقوم به الاستشاري أو مندوب المقاول أو مندوب المالك أقصد، وهو يعني شخص ما بيبقاش ليه علاقة بإيه؟ بالجهة المنفذة نفسها، عشان يكون له السلطات الرقابية الكافية بدون إيه؟ بدون أي ضغوط. وعرفنا برضو ان في حاجه اسمها ضبط الجوده لها دور في عمر المشروع كاملا، بدايه من كون المشروع فكره، مرورا بالتصميم، ثم التخطيط للتنفيذ، ثم اعتماد مصادر المواد، ثم التنفيذ، ثم التسليم، ثم الاستخدام. اي وقت الاستخدام ايضا ضبط الجوده له دور فعال. له دور ايه؟ فعال. تمام. وقلنا كمان في مصطلح اسمه التفتيش الفني، وقلنا التفتيش الفني ده بيغطي مجموعه من الامور اللي هي تشمل المواد المكونه الخرسانه ومصادرها واختباراتها، موقع العمل وتشويناته ومعداته والفرم والشدات، تصميم الخلاطات الخرسانيه ونسب مكوناتها والتحكم فيها واعتمادها واختيارها، العوامل الخارجيه وظروف التشغيل، الجهاز الفني اللازم لتشغيل المشروع. ده كله احنا استرجعناه المره اللي فاتت. وقلنا كمان ان التفتيش الفني عندنا المفتش الفني الداخلي والمفتش الفني الخارجي. الداخلي تابع للجهه المنفذه، والخارجي تابع للجهه المشرفه او الجهه الاستشاريه او مندوب المالك. والتفتيش ايضا ليه مراحل. عندنا التفتيش خارج الموقع، عشان نروح نعتمد الماتيريال، يعني احنا عاوزين نجيب مثلا بلاط، فاحنا لينا ان احنا نروح نشوف مصنع البلاط دوت، البلاط فيه شكله ايه والبروسيس بتاعته ايه الى اخره، بس ده ما غنيش عن الاختبار ايضا. هنجيب اي ماتيريال من بره ممكن نروح نعتمدها، اللي هو التفتيش خارج الموقع. تمام. ثم التفتيش الابتدائي اللي هو الانيشيال، اللي هو للاعتماد، يعني من البدايه خالص، احنا والله ده احنا عاوزين نختار مصنع لتوريد الاسمنت، فاحنا بنختار مثلا نقول ده احنا هناخد مصنع اسمنت من السويس او من مش عارف ايه الاول عامري او الى اخره، وبالتالي بنعتمد اللي هو التفتيش الابتدائي، بنعتمد مصدر من المصادر. ثم التفتيش الفني الدوري اللي هو بعد ايه اللي بيحدده الكود المصري، ان هو ايه كل مثلا 500 متر مكعب من الركام بنعمل اختبار، كل مثلا 50 متر 50 طن من الحديد بنعمل اختبار، وهكذا. ده اللي هو اسمه التفتيش الفني الدوري. الدوري يعني ايه؟ وانس ان انا يعني اول ما انا بعتمد المصدر بعتمده بناء على الاختبار. تمام. بعتمده بناء على الاختبار. بعد هذا الاعتماد مش معناه خلاص ان هو خلاص يعني ايه، يعني واحنا اصبحنا واثقين تماما في هذا المصدر وبالتالي مش هنعمل اختبارات. لا، الكلام ده مش صحيح. لا، ده احنا بنعمل اختبارات دوريه بمعدلات قياسيه تعرضنا فيها لها قبل كده. وعرفنا ان احنا مثلا كل مثلا كم متر مكعب من الرمل او من الركام بنعمل اختبار، كم طن اسمنت بنعمل اختبار، كم طن حديد بنعمل اختبار الى اخره يعني. وكمان التفتيش الفني الدوري خلاص. والاختبارات بقى الاضافيه للتفتيش الفني، يعني بعض الحاجات يعني مثلا احنا بنعمل
على الاسمنت اختبارات تعيين زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي ومقاومه الضغط. تمام. طيب لاحظنا يعني ظاهره غريبه في الاسمنت، ان هو مثلا ايه بيتاخر في الشك قوي، او مش عارف، او بيحصل له انتفاش مثلا في الحجم او غيره يعني، او لونه مش طبيعي الى اخره. فبنلجا لتفتيش يعني تفتيش فني اكثر دقه، يعني بنلجا للاختبارات او الاجراءات اكثر دقه. يعني مثلا ان احنا نعمل كيميكال اناليسيس، ان احنا نعمل تحليل كيميائي للاسمنت دوت، وبالتالي ده يعتبر اختبار اضافي. اختبار اضافي يعني ايه؟ ما كانش مخطط له، ولكنه ظهر الى الساحه بناء على مشاكل. ومنها كمان بالنسبه للسن والاكثر شهره، هو اختبار الاشعه السينيه المتفرقه اللي هي اكس ار دي. الاكس ار دي الاشعه السينيه الاكس راي ديفراكشن، ده دايما بيجرى عليا على السن. السن اللي هو الايه، كسر الدولومايت، عشان نثبت ان هو كسر دولومايت، ما هوش كسر ايه، كالسايت، مش كسر كربونات كالسيوم، ان هو اصلا كربونات مغنيسيوم، عشان يكون كان مناسب لصناعه الخرسانه. وكمان منها الفحص البوتوغرافي. يعني احنا عندنا اختبارين في غايه الاهميه بيتم اجراءهم على السن، سن بالتحديد. تمام. اللي هو الاختبار الاكس ار دي، الاختبار الاشعه السينيه المتفرقه اللي بيثبت بيها نوع البلورات اللي هي مكونه للمعدن نفسه، واللي بيبقى هدفنا فيها ان احنا نثبت ان المعدن ده اصله ايه، اصله دولومايت، يعني معدن دولومايتي، يعني فيه نسبه كربونات المغنيسيوم عاليه مقارنه بكربونات الكالسيوم. وكمان اختبار الفحص بالميكروسكوب الالكتروني او البتروجرافيك اناليسيز، اللي هو بناخد شريحه من المعدن دوت بتقطع بطريقه معينه، وبتتفحص تحت الميكروسكوب، وبتاخد بقى لقطه، وبيها نقدر او الجيولوجي بيقدر يثبت لنا ان ده اصلها الجيولوجي شكله ايه. تمام. فيعني الخلاصه هنا ان احنا نقدر نقول ان قائم بالتفتيش الفني قد يلجا لبعض الاختبارات الاضافيه. تمام. بهدف ايه؟ كل هدف التفتيش الفني وضبط الجوده هو ضمان المنتج النهائي، يعني ضمان المنشا او المنتج النهائي ان يكون على درجه الجوده المطلوبه، وان يعمر هذا المنشا، اذا كان نفق، اذا كان مبنى، اذا كان ملعب، اذا كان اي منشا، ايا يعني كان اسمه او وضعه يعني. واتكلمنا برضو على اعتماد مواد الخرسانة، اعتماد المصادر والقبول على أساس شهادة المنتج ورفض المواد. تمام. ده كلها إجراءات بتتم وقت الاعتماد. اعتماد المصدر، إن احنا نعتمد مثلا المصدر زي ما احنا قلنا، الأسمنت، الركام، البلاط، السيراميك، الطوب إلى آخره يعني. تمام. ثم القبول على أساس شهادة المنتج، يعني بعض المواد زي مثلا إضافات الكيميكال أدميكشرز ممكن نقبلها على أساس شهادة المنتج، يعني والله ده الإضافة ديت بتقلل ماء الخلط بنسبة 30%، ده الإضافة ديت بتأجل الشك، يعني بتعطل الشك أو بتأخر الشك لمدة قد كذا، ده الإضافة ديت بتسرع الشك، ده الإضافة ديت بتعمل كذا. تمام. إحنا ممكن ناخدها على أساس شهادة المنتج إذا كان له سمعة طيبة أو يعني سابق يعني خبرة في المجال يعني. وبس ده ما يغنيش برضو ان احنا نروح نعمل اختبارات ادائيه. الاضافات لها اختبارات ادائيه، يعني انا اقدر عاوز اقول والله استخدم اضافه مخفضه من ماء الخلط، اقدر اروح اعمل عينتين، عينه بالاسمنت من غير اضافه، يبقى ده كنترول او تحكم، وعينه اخرى فيها نسبه الاضافه الموصى بها او النسب الموصى بها بناء على النشره الفنيه للمنتج، ونبدا نقارن ده هشك امتى، ده هشك امتى، ده هتاخد ميه قد ايه، ده هتاخد ميه قد ايه، دي التشغيليه بتاعتها شكلها ايه، ودي التشغيليه بتاعتها شكلها ايه، وهكذا. تمام. انما احنا عندنا ما يسمى القبول على اساس شهاده المنتج. تمام. عندنا برضو يعني اسس فنيه لرفض المواد. اسس فنيه لرفض المواد يعني امتى ارفض هذه المواد. تمام. طبعا رفض المواد بديهي او اي حد فينا حينما يسال هذا السؤال هيقول ان انا برفض المواد اذا لم تعطي او لم تحقق المواصفات القياسيه المطلوبه منها. بس طبعا الرفض ده هو اللي بيترتب عليه بقى ان هناك اجراءات اخرى لعمل الاختبارات. يعني ايه؟ مش مجرد ان عينها يعني ايه لم تحقق المواصفات المطلوبه او الحدود المطلوبه بالنسبه للاختبارات ان هي ترفض، لا، ده في فرصه اخرى ان احنا نعمل هذه الاختبارات. ودايما بيقوم بهذه الاختبارات اطراف محايده، يعني ما ينفعش ان انا اباجهها مالكها واروح اعمل الاختبار ويبقى يعني الايه الخصم والحكم في نفس الوقت.
طيب عندنا كمان الايه التفتيش الفني، احنا قلنا ان هو بيغطي كذا، بيغطي امور كل الامور تقريبا، من المواد والتخطيط للموقع، وكمان الاداره اللي هي قائمه على التنفيذ و الى اخره، والمعدات وتصميم الخلطات والمواد الى اخره يعني. فالمهم ان هو الايه التفتيش الفني بيغطي كل الامور اللي بيها يعني، تحكم القبضه، بحيث ان احنا او يعني يضمن تماما، يعني يكون مضمون تماما ان المنشأ النهائي او المنتج النهائي سيكون يعني يلبي متطلبات المالك. يلبي متطلبات المالك يعني سيطابق المواصفات الاصليه اللي مصمم بها هذا المشروع. طبعا احنا لما بنتكلم على ضبط الجوده، يعني ضبط الجوده ده موضوع عام، يعني موضوع عام يعني في جميع الصناعات، في صناعه السيارات والانسجه الموبيليا والصواريخ، كل الماتيريال. انما احنا لما بنتكلم عليه احنا كمهندسين مدني بنتكلم عليه، فاحنا دايما فكرنا بروح لايه؟ للهيكل، يعني دايما بروح للهيكل الخرساني، وبالتالي بنستهدف فيه مكونات هذا الهيكل اللي هي الاسمنت والركام كبير وصغير، وصوب التسليح والاضافات والمياه الايه؟ الخلط والكيميكال ادميكشرز، تمام؟ طبعا هو يعني هو مش ده اونلي ذا تارجت، يعني ده ما هوش الهدف الوحيد بالنسبه لضبط الجوده، انما طبعا احنا بالنسبه لنا احنا بنركز على العناصر الاكثر اهميه في مهنتنا، فدي العناصر الاكثر اهميه في مهنتنا، بالاضافه لايه بقى؟ بالاضافه للخلطات اللي هي بتتعمل منها، وكمان مواد التشطيب. طبعا بس دايما كده متعارف عليه النسبه بالنسبه لنا احنا كمهندسين مدني ان السكيلتون ده مهمتنا، تمام؟ التشطيبات يعني ممكن تكون مايله شويه ناحيه الاعمار، انما طبعا هي برضو لها ضبط جوده زيها زي الاسمنت، يعني في اختبارات للبلاط ليها علاقه بالاستواء وشكل اللون وتجانس اللون وقوه الانحناء والابعاد والزوايا وحاجات اخرى كثيره، تمام؟ بيتعمل عليها اختبارات عشان نتحقق من جودة هذا السيراميك أو البلاط أو غيره أو إلى آخره. لو إحنا عدينا أي ماتيريال حتى بيستخدم في التشطيب، حتى البينتنج نفسها، الدهانات البلاستيك والزيت، ليه درجة تماسك مع الحيطة وليه لير ليه سيكنس و إلى آخره، وليه خواص كثيرة جدا إحنا بنستدل عليها من خلال الاختبارات. هذه الاختبارات هي جزء من ضبط الجودة، هي لا تمثل ضبط الجودة. انما اللي انا عاوز اقوله تاني ان احنا هنا بالنسبه لنا كمهندسين مدني احنا بنهتم بايه؟ بمواد الخرسانه، بمواد الخرسانه اهميه اكبر شويه، عشان كده كلامنا كله بيوجه لايه؟ للخرسانه. فاحنا عندنا مراقبه وضبط الجوده لمواد الخرسانه بتشمل الاسمنت والركام وصوب التسليح والاضافات ومياه الخلط طبعا والاضافات. ودي دوريه اختبارات جوده الخرسانه الطازجه اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، تمام؟ واتكلمنا كمان على ضبط الجودة حسابيا، تمام؟ بالحسابات بالأرقام، وقلنا إن إحنا عندنا مقاييس للنزعة المركزية اللي هي المتوسط والوسيط والإيه؟ المتوسط والوسيط والمنوال. واتكلمنا كمان على إن إحنا عندنا مقاييس للتشتت اللي هي المدى والانحراف المعياري والإيه؟ والمعامل الاختلاف، تمام؟ وقلنا إن هي مستوى ضبط الجودة ريليتد يعني له علاقة بهذه القيم. فاحنا عندنا طبقا لمعامل الاختلاف اللي هو ستاندرد ديفيشن سيجما، عندنا 5 مستويات لضبط الجوده. عندنا درجه تحكم في الجوده ممتازه، جيد جدا، جيد، مقبول، سيئه، تمام؟ درجه ضبط الجوده الممتازه اللي بيكون فيها انحراف المعياري اقل من 28 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، وكلنا نقدر نحسب الانحراف المعياري السيجما بتساوي الجذر التربيعي بسمشن اف اي ناقص اف اي من كل سكوير على ان او ان ناقص واحد، وبتكون على ان ناقص واحد لما تكون عدد العينات اكبر من 20، اكبر من او يساوي 20، لان في الوقت دوت كل عينه واحده من ال 20 تمثل 5%، يعني احنا قلنا 1 على 20% لان هي بتساوي 5. والخمسه ليه هنا؟ بالنسبه لنا لان احنا عارفين ان احنا كمهندسين ان مستوى الثقه في الخرسانه، مستوى الثقه في الخرسانه 95%. يعني ايه مستوى الثقه في الخرسانه 95%؟ يعني لكل 20 عينه مسموح ان عينه واحده لا تحقق المواصف المطلوب، تمام؟ وبالتالي اذا كان عدد العينات اقل من 20 فكل عينه منهم ستكون اكبر من 5%، فهو في هذه الحاله فغير مسموح باي عينه ان هي يعني تقل عن الحد الادنى. عشان كده بنقول ان هي السيجما بتساوي الجذر التربيعي لسمشن اف ناقص اف ام الكل سكوير على ان، اذا كانت عدد العينات اقل من كام؟ من 20.
وبتكون على ان ناقص واحد اذا كان عدد العينات 20 فيما اكبر، لان في الوقت دوت كل عينه ستمثل نسبه اقل من 5، وبالتالي اذا حصل ان عينه فشلت فسيكون مستوى ضبط الجوده برضه لا يقل عن 95%. المهم ان احنا ده مستوى ضبط، يعني مستوى ضبط الجوده الممتاز بيكون السيجما اقل من 28 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، وجيد جدا بيكون من 28 ل 35 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، وجيد بيبقى من 35 ل 42، ومن مقبول من 42 ل 49، وسيئه بتبقى اكبر من 45. اذا فالعلاقه هنا علاقه طرديه، يعني او نقدر نقول عكسيه ما بين السيجما ومستوى ضبط الجوده. عكسيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل ما زاد السيجما كل ما دل على ان ضبط الجوده منخفض، ضبط الجوده منخفض، تمام؟ فلو احنا الجدول دوت احنا نقدر نحفظه بسهوله جدا، ان احنا الفرق ما بين كل درجه والسابقه لها 7 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع فقط، 7 يعني احنا هنلاقي ايه؟ 28 اللي بعدها من 28 ل 35، 28 زائد 7 ب 35، اللي بعدها 42، 35 زائد 7 ب 42، اللي بعدها 42 زائد 7 ب 49، وهكذا. فاحنا يعني ايه؟ يعني تذكره سهل. المقياس الثاني اللي هو مقياس معامل الاختلاف، معامل الاختلاف هنا بيصنف مستوى ضبط الجوده الى 4 مستويات: ممتازه وجيده ومقبوله وسيئه. فاذا كانت ممتازه فبيكون نسبه او معامل الاختلاف ليس دان اقل من 10%، ثم من 15 من 10 ل 15%، ثم من 15 ل 20، ثم اكبر من 20. بس انا عندنا 4 مستويات فقط وليست 5 كما كان هو الحال في ايه؟ في مستوى ضبط الجوده طبقا لقيم معامل الاختلاف. فعندنا مستوى ضبط الجوده طبقا لمعامل الاختلاف هنا ممتازه، جيده، مقبوله، سيئه، والفرق هنا 5 وحدات، وهنا برسنتج كنسبة مئوية. وهذا المقياس مميز نسبيا مقارنة بمقياس الانحراف المعياري، لأن هو يمثل نسبة، وبالتالي هنا مستوى المقاومة نفسه لن يكون عاملا، لن يكون عاملا أو بيدخل في الحسابات، تمام؟ مستوى المقاومة يعني لو أنا عندي خرسانة رتبتها يعني مثلا 25 ميجا باسكال، وخرسانة أخرى رتبتها 90 ميجا باسكال، تمام؟ في الانحراف المعياري هيفرق، هيبان الفرق. انما احنا لما بنقسم بقى الانحراف المعياري على المقاومه المتوسطه اللي هي اف ام سيضيع هذا الفرق، وبالتالي بيظهر ان الكوفيشن اوف فاريشن او معامل الاختلاف اكثر دقه واكثر ايه؟ واقعيه من الانحراف المعياري. انما طبعا احنا هي ادوات يمكن لنا ان نستخدمها وقتما شئنا، والمهندس يقدر يختار من هذه الادوات ما يصلح له ولظروف العمل يعني. طيب العلاقة بين مقاييس النزع المركزية اللي هي المتوسط والوسيط والمنوال، قلنا ان هو احنا عندنا حاجة اسمها التواء هنا، ومعامل التواء بيساوي 3 في المتوسط ناقص الوسيط، وقلنا ان ساعتها ان دايما الوسيط بيقع ما بين المنوال اللي هو القيمة الأكثر شيوعا وتكرارا، والمتوسط اللي هو بيقسم العينات ايه ل 50% أو 50%، فالوسيط بيتوسطهم دائما، عشان كده سمي بالوسيط. وفي الوقت ده هو العينات بتكون أو توزيع العينات بيكون يا اما يعني معتدل، تمام، بتنطبق قيم المتوسط والوسيط والمنوال عند قيمه واحده، عند قيمه واحده وهي ايكوال المتساويه، او ان يبقى في فرق ما بينهم، وبالتالي بيبقى المتوسط مثلا اكبر من الوسيط، وفي الوقت ده بيبقى ليه يعني بيبقى المنحنى ملتوي التواء موجب، لان ده بيدينا يعني ايه قيمه موجبه بوزيتيف، وبالتالي بيبقى هنا التواء موجب، وفي الوقت ده بتبقى قيم العينات الاكبر اقصر. وممكن يكون التواء ده التواء سالب، حينما يكون الناتج المتوسط ناقص الوسيط بالسالب، في الوقت ده بيكون الوسيط اكبر، بيكون الوسيط اكبر من المتوسط، وفي الحاله ديت بيكون المنحنى ملتوي التواء سالب، وفي الوقت ده بيكون عدد العينات السالبه او يعني النزعه او الاتجاه التندنسي بتاع العينات ان هي ناحيه القيم الصغيره اكتر. المهم ان الكلام دوت بيبان برضه في تاثير في شكل العلاقه ما بين التكرار وايه ومركز الفئه او من حاله التوزيع بتاع العينات بالشكل اللي قدامنا دوت، ده بيبان فيه مدى التفلتط والتحدب بتاع الايه بتاع المنحنى، تمام؟ وصلنا احنا هنا بقى للبدايه الفعليه اللي هنتكلم فيها ونتكلم فيها بسرعه، اللي هي ضبط الجوده بيانيا. ضبط الجوده بيانيا
اللي عدى ده كله كان حسابيا، يعني احنا محتاجين ان احنا نروح نحسب values، نحسب ايه، نحسب المتوسط والوسيط والمنوال، نحسبهم حسابيا بالآلة الحاسبة او باي وسيله او باي يعني برنامج يعني جاهز زي الاكسل او غيره، او نروح نحسب الايه السيجما، او نحسب المعامل الاختلاف، او نحسب المدى الى اخره كحسابات. انما الكلام ده بنجد فيه صعوبه كبيره جدا حينما العينات تكون كبيره، وكمان بيدينا رقم وحيد. انما الطريقه الاسهل والاكثر دقه اللي هي استخدام بقى الاساليب البيانيه، يعني الرسومات البيانيه في الحكم على مستوى ضبط الجوده. فاحنا نقدر نحول هذه البيانات الى لوح او الى رسومات، مجموعه من الرسومات. اولها ما يسمى لوحه التكرار، ولوحه التكرار ديت اللي هي تشيك ليست، وهي لوحه كده عامله ان احنا ايه نروح نبدا ايه، لو عندنا مثلا 1000 نتيجه لمكعبات نقدر نحولها الى ايه، الى 10 فئات. 10 فئات نقول والله ايه ده، احنا عندنا مقاومه الضغط تتراوح من 20 ل 40 ميجا باسكال، هنيجي نقول لا ده احنا العينات اللي هي مقاومتها من 20 ل 25 هنقول ديت فئه، كل ما هو مقاومته من 20 ل 25 هيبقى موجود في هذه الفئه وستمثل بمركزها اللي هي 22.5 ميجا باسكال، ومن 25 ل 30 ده فئه ستمثل ب 27.5 ميجا باسكال، ونبدا ايه نستف العينات في مكانها زي موضوع الانتخابات كده. فاللوحه ديت بنقدر نقول عليها ايه، اسمها لوحه التكرار، اسمها لوحه التكرار تشيك ليست. تمام، هذه التشيك ليست او هذه لوحه التكرار بنطلع منها بجدول التكرار، وجدول التكرار هو عباره عن جدول فيه حدود الفئه والتكرار، حدود الفئه والتكرار. نقول والله ده الفئه الاولى من 20 ل 25 ميجا باسكال، وبالتالي يبقى احنا عارفين ان اي واحد فينا يقدر يحسب مركزها فين، مركزها اللي هو ايه اللي هو الحد الادنى للفئه زي الحد الاقصى للفئه على 2 اللي هو مركز الفئه. تمام، فيها مثلا خمس عينات، تمام فيها خمس، يبقى ده الفئه حدود الفئه وده التكرار. الفئه اللي بعدها من 25 ل 30 ميجا باسكال فيها كم عينه، فيها 25 عينه مثلا، يعني مثلا فور اكزامبل. يعني الفئه اللي بعدها من 30 ل 35 فيها مثلا 150 عينه، بعد كده الفئه اللي بعدها من 35 ل 40 فيها مثلا 50 عينه. تمام، فده اسمه جدول التكرار، اللي هو بيطلع منين؟ بيطلع من لوحه التكرار، اللي هو بيطلع من لوحه التكرار. طيب دي اول لوحه، اللوحه ديت على طول بيبين لنا فيها يعني ايه، بيبين لنا فيها على طول المنوال. لو احنا كده بصينا كده في المثال في المحاضرة اللي هي موجودة معاكم اللي هي المحتوى العلمي بتاع المادة ديت، تمام، هنجد ان في لوحة التكرار كده هنلاقي ايه، هنلاقي ان مثلا الحزم الكتيرة قبلها على طول يدينا ايه، الحزم الكتيرة يدينا على طول ما يسمى المنوال. المنوال اللي احنا نفتكر كده تعريفه اللي هي القيمة الأكثر شيوعا وتكرارا اللي هو المود، بنقول عليه المود المنوال. تمام، اللوحة الثانية اللي هي لوحة قضبان التكرار اللي هي فريكوينسي بار تشارت، فريكوينسي بار تشارت اللي هي بنقول عليها لوحة قضبان التكرار، لوحة قضبان التكرار. هي مجرد لوحة المحور الرأسي فيها يعتبر هو التكرار، والمحور الأفقي هو مركز الفئة، مركز الفئة. لو قلنا إن إحنا عندنا فئة يعني حدودها 25 و 25 ميجا باسكال، يبقى مركز الفئة الأولى 27.5، ثم الفئة الثانية من 25 ل 30 يبقى مركزها 27.5. فبترسم زي ما هي قدام حضراتكم كده، عرض البارز بيختلف، يعني ممكن يبقى عريض وممكن يبقى مورد خط. تمام، انما هو في الاخر مركز هذا الخط هو مركز الفئه، وارتفاع هذا الخط هو يمثل او ممثل بيانيا بمقياس، ويمثل تكرار الفئه دي، تكرار الفئه دي. وزي ما احنا شايفين كده قدامنا على هذا المنحنى، على هذا المنحنى اطول بار يمثل لنا على طول المنوال، يبقى احنا اللوحه دي على طول نقدر نجيب منها المنوال. تمام، ونقدر كمان نعرف هل العينات مجموع العينات اللي على الشمال اكثر ولا اللي على اليمين اكثر في المنوال. حد كده يقدر يقول لي كده اللوحه اللي قدامنا ديت يا ترى عدد العينات اللي هي على الشمال اللي ناحيه القيم الصغيره اكثر ولا اللي ناحيه القيم الكبيره اكثر؟ لا الشمال هنا اكثر. الشمال اكثر، تمام. طب لما لو الشمال اكثر ده نصمت منها ايه بقى؟ هيبقى المتوسط انهي ناحيه والوسيط انهي ناحيه؟ ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين؟ الوسيط هيبقى شمال والمتوسط هيبقى يبقى على طول، يبقى المتوسط ناحيه الشمال والوسيط كمان ناحيه الشمال، ناحيه الشمال المنوال. خدوا بالكم دايما الوسيط ما بين المنوال والمتوسط. تمام؟ يبقى على طول اللي قدامنا ديت التوام موجب ولا سالب؟
التواء موجب. التواء سالب ولا موجب؟ الموجب بيبقى ناحية الشمال أعتقد صح؟ ليه؟ الالتواء الموجب بيكون ناحية الشمال. هو الالتواء الموجب ناحية القيم الأكبر. الموجب معناه اللي هو البلاس ساين بيبقى معناه ان هو معظم القيم تقول ان هي تبقى كبيره اكبر من منوال، تمام؟ متهيألي يا دكتور حضرتك كنت والتواء السالب احنا لو فكركم كده المعامل التواء بيساوي 3 في المتوسط ناقص الوسيط. هنا كده المتوسط ناقص الوسيط هيبقى موجب ولا سالب؟ هيبقى سالب. هيبقى سالب، دي بديهي خالص اهي، بديهي خالص. يعني هو احنا بنبدا دايما كده من اول وهله نعرف المنوال فين. إذا كان المتوسط شماله يبقى دي سالب، إذا كان المتوسط يمينه يبقى ده موجب على طول. تمام؟ هو يعني دايما الإشارة بتاع المتوسط بتاع الالتواء عبارة عن متوسط ناقص الوسيط. المتوسط سيبك بقى من أي معاملات 3 ولا 4 ولا 10، المهم الساين نفسها، الإشارة نفسها. بلس يبقى ده التواء موجب، ماينس يبقى ده التواء سالب، والتواء سالب معناه إن القيم تقول للقيم الاقل، يعني تنحرف ناحيه القيم الاقل. والسؤال التالي على الموضوع دوت، ايهما افضل، هو الالتواء الموجب ولا السالب؟ طبعا كلاهما يعني ليس بجيد، يعني لان دي معناه ان ما فيش كنترول، ما فيش تحكم في الجوده. انما طبعا لما القيم تقول للقيم الاعلى احسن. ليه؟ لان انا ببعد بالمقاومه مثلا المميزه بتاعتي عن الخطر ان هي ما تقلش. تمام؟ اللوحه الثالثه اللي هي لوحه ايه؟ مضلع التكرار. لوحه مضلع التكرار، لوحه مضلع التكرار هي تكرار للوحه البار تشارت اللي عدت ديت، ولكنها تمثل ايه؟ يعني مضلع زي ما احنا شايفين كده، بدل ما هي كانت عمدان بقت مضلع، بنوصل فيه قمم هذه العمدان مع بعضها فبيدينا مضلع التكرار. فهي برضو علاقه بيانيه ما بين التكرار على المحور الراسي والافقي اللي هو عباره عن مركز الفئه، مركز الفئه. وطبعا بديهي خالص ان احنا لو بصينا على هذه اللوحه بهذا الشكل نقدر نستنبط على طول المنوال، تمام؟ ما هي وحدات المنوال؟ هي اللي هي نفس ذات الوحدات الفنيه او الفيزيائيه المتعلقه بالخاصيه اللي انا بدرسها. يعني ايه؟ يعني انا لو انا بدرس مقاومه الضغط يبقى وحدات المنوال هنا بالكيلو جرام لكل سنتيمتر مربع او بالميجا باسكال، هي وحدات الاجهاد. لو انا بدرس تشغيليه يبقى وحداتها مثلا هبوط بالمليمتر او بالسنتيمتر وهكذا. يعني وحدات هذه القيم اللي احنا بنتكلم عليها كلها هي وحدات الخاصيه اللي احنا بندرسها. طيب ده كلام جميل. فكده يعتبر الاثنين ممكن يحلوا محل بعض دلوقتي، اللي هو لوحه ضبط الجوده اللي هي لوحه فضاره التكرار او لوحه مضلع التكرار. طب هو طالما هم بيحلوا محل بعض احنا بنعرضهم ليه؟ هي برضو ما زالت ادوات فنيه. واحد فينا يحب ان هو يستخدم مضلع التكرار، واحد تاني يقول لك لا انا بحب استخدم البار تشارت او ايه لوحه فضان التكرار. تمام؟ انما نفس الحقائق بنستخلصها منه. المنحنى الرابع اللي عندنا بقى بيتكلم على هيستوجرام التكرار، وهو بيختلف عن المنحنيات السابقه في ايه بقى؟ ان هو بيذكر فيه الحد الادنى والحد الاقصى للفئه. يعني انت لو بصينا فيه كده هنلاقي ان هو عامل زي لوحه فضان التكرار ولكنه مفروض افقيا، مفروض افقيا، يعني مركز الفئه هنا بقى مش موجود، اللي موجود هنا ايه بقى؟ الحد الادنى والحد الاقصى للفئه، لان هو البار تشارت لازقه ببعضها. تمام؟ فاحنا هو هنا علاقه بيانيه ما بين التكرار على المحور الراسي وحدود الفئه على المحور الافقي. وهو نفس الخلاصه، يعني خدوا بالكم نفس المثال دوت، المثال ده كان في عدد محدود شويه من العينات، انما هي نفس الخلاصات اللي جايه من المنحنيات السابقه. هنجد برضو ان ايه؟ ان ارتفاع المنحنيات المنوال عندنا في النص دوت اللي هو اعلى بار، يعني اعلى خط، تمام؟ ده المنوال، تمام؟ القضبان اللي ناحيه اليسار ديت اللي ناحيه يانوت الاصل ديت مجموعهم اكبر من اللي هم في الاتجاه الثاني، وبالتالي يبقى هنا في التواء سالب، في التواء سالب. طبعا كل المنحنيات بتدي نفس الخلاصه ان هو النتائج دهيت فيها التواء سالب، تمام؟ وبالتالي ده اللي قدامنا ده لوحه هيستوجرام التكرار. المنحنى الخامس اللي هو منحنى بقى المنحنى التكراري التجميعي، المنحنى التكراري التجميعي منه صاعد ومنه هابط، تمام؟ منه صاعد ومنه هابط. الصاعد اللي هو ما بين الحد الادنى للفئه، الحد الادنى للفئه والنسبه المئويه للعينات اقل من الحد الادنى، والهابط اللي ما بين الحد الاعلى للفئه والعينات اللي اقل من الحد الادنى، الاعلى من الحد الادنى.
تمام. المهم ان هم لو احنا رسمنا الاثنين هم بيتقاطعوا عند 50%، بيتقاطعوا عند 50%، تمام. انما رسم هذا المنحنى احنا قلنا ان هو لو احنا المنحنى اللي قدامنا دوت بيترسم ما بين المحور الراسي في النسبه النوويه للعينات اقل من الحد الادنى، يبقى المحور الراسي هنا بيتحط عليها القيم بتاع النسب النوويه للعينات اقل من الحد الادنى، تمام. بنحسبها ازاي؟ بنعمل لها حسابات قبل ما نروح نرسم المنحنى ده. طبعا النسب دي تتراوح ما بين 0% ل 100%، يعني عمرها ما تزيد عن 100%، تمام. المحور الافقي يمثل الحد الادنى للايه؟ للفئات، الحد الادنى للفئات. فاحنا بنروح نجمع نقول والله ايه الحد الادنى للفئه الاولى مثلا 20 ميجا باسكال. طب كم عينه اقل من الحد الادنى؟ طبعا ما فيش عينات اقل من الحد الادنى لاول فئه، لان هي احنا اول فئه ديت بتحصر جميع العينات فصفر. طيب الحد الادنى اللي ثاني فيها 25 ميجا باسكال، عدد العينات اقل من الحد الادنى 5 مثلا، الحد الادنى للفئه الثالثه مثلا 30 ميجا باسكال. طب الفئه الاولى كان فيها 5 والثانيه فيها 10، يبقى الحد عدد العينات اقل من الحد الادنى للفئه الثالثه 15 اللي هو السمشن، تمام. طب لو افترضنا بقى ان عدد العينات كلها 100، نبدا نقسم العينات دي كلها على الاجمالي عدد العينات، يبقى اول فئه يبقى عندنا 20 و0، ثاني فئه 25 و5، ثالث فئه تبقى 30 و15% وهكذا. وبعد كده نرسم الايه العلاقه اللي قدامنا دي، ان هي النسبه النوويه للعينات على الحد الادنى على المحور الراسي ومركز الفئه على المحور الافقي، فيدينا المنحنى اللي قدامنا ده. المنحنى اللي قدامنا دوت بنقدر نستفيده في يعني نستخلص منه حقائق كثيره، اللي منها ان انا لو عندي خط افقي كده، خط افقي عند 50% يدينا ايه؟ يدينا المتوسط، يدينا المتوسط، يعني دي يعتبر يدينا الاف ام. لو خط كده عند 5% يدينا اف سي يو، لان هو ده تعريف الاف سي يو، ده تعريف الايه؟ المقاومه المميزه، هي المقاومه التي يحتمل الا يقل عنها اكثر من 5% من العينات. فاحنا بنروح عند 5% اللي هي من الحد الادنى نجيب الاف سي يو، تمام؟ بالشكل دوت بالمعلومتين دولت بالاف ام والاف سي يو انا اقدر اروح اجيب مستوى ضبط الجوده من المنحنى ده ازاي؟ لو افكركم كده ان احنا كنا بنقول ان الاف ام بتساوي الاف سي يو زائد الكيف سيجما، يبقى الاف ام بتساوي الاف سي يو زائد الكيف سيجما. انا من المنحنى ده اقدر اجيب الاف ام والاف سي يو، تمام. الاف ام عند 50% والاف سي يو عند 5%، والكي معروفه ان هي في الخرسانه عند مستوى الثقه 95% بيساوي 1.64%، وبالتالي اقدر اجيب من المعادله ديت الانون اللي هو السيجما. ولما اجيب السيجما اللي هو الانحراف المعياري اقدر اروح بقى الجدول اللي احنا عارفينه اللي فيه 5 مستويات واجيب مستوى ضبط الجوده المناظر لقيمه السيجما. فده المنحنى الخامس اللي هو بنقول عليه منحنى اللي هي الايه؟ المنحنى التكراري التجميع، تمام. اخر منحنى عندنا او اخر منحنيين اللي هو منحنى لوحات ضبط الجوده والتحكم. لوحات ضبط الجوده والتحكم دايما بنرسمها لمتغيرين، المتغير الاول اسمه المتوسط، والمتغير الثاني اسمه المدى. يعني دايما نقول احنا عاوزين نرسم لوحه ضبط الجوده والتحكم للمتوسط او لوحه ضبط الجوده والتحكم للمدى. فعندنا لوحه ضبط الجوده والتحكم للمتوسط بنرسمها ازاي؟ بتبقى عباره عن ايه؟ 3 خطوط افقيه زي ما احنا شايفين كده. الثلاث خطوط افقيه، الخط اللي في النص اللي هي عباره عن متوسط المتوسطات. طيب انا عاوز اقول لكم الاول يعني امتى بنستخدم هذه المنحنيات الاخيره ديت اللي هي كواليتي كنترول تشارتز او منحنيات ضبط الجوده اللي هي او لوحات ضبط الجوده. ده مهم مثلا لمحطات خلط خرسانه. كل يوم بتطلع خرسانه، النهارده احنا بنبيع خرسانه رتبتها 30 ميجا باسكال. احنا النهارده بنطلع لمشروع وبكره بنطلع لمشروع ثاني وبعده بنطلع مشروع ثاني بس نفس الرتبه. طب انا عاوز اضمن النهارده ان انا يبقى سمعتي طيبه في السوق ودايما لما بطلع خرسانه تديني الرتبه المطلوب. فانا ببدا اعمل عمليه رصد يعني للخرسانات اللي انا بعملها كل يوم. النهارده 26/5 انا طلعت مثلا ايه؟ يعني مثلا 500 متر مكعب لمشروع الماء وخدت منه مثلا 50 مكعب او خدت منه عدد معين من المكعبات يعني واختبرتهم عند اليوم ده. ثاني يوم رحنا طلعنا 400 متر مكعب لمشروع ثاني وخدنا منه مثلا عدد معين من المكعبات. ثالث يوم نفس الموضوع، رابع يوم نفس الموضوع. طيب
انا اقدر هنا اعمل كنترول تشارت يعني لوحة تحكم في المنتج بتاع الخرسانة بتاع المحطة دي عشان اضمن بعد كده ان الجودة ثابتة. يعني انا لما اجي ابيع بقى خرسانة اضمن ان الجودة ثابتة، وكمان ده مستند بيطلبه الاستشاري لما يجي يعتمد المحطة. انا خلاص انا هنشتري ناول عاوز اشتري خرسانة من محطة معينة، الاستشاري يطلب منه ايه لوحة ضبط الجودة للمحطة دي عشان يضمن ان هو ايه لو هي بتنتج خرسانة على مدى سنة كويس يبقى هو السنة واليوم هيبقى كويس، السنة واليومين هيبقى كويس، يعني الخرسانة اللي هتورد لمشروعه هيبقى ضامن جودتها. طيب نعمل ايه في الوقت ده؟ بيبدأ هنا نقدر نجيب اول يوم نجيب المتوسط بتاع المقاومات بتاعه، ثاني يوم نجيب المتوسط بتاعه، يبقى عندنا اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5 الى اخره، يبقى عندنا مثلا 10 ايام متتاليه او شهر او غيره كل يوم نجيب المتوسط بتاعه. تمام. طيب المتوسطات ديت لما نجمعها ونقسمها متوسطات الايام ونقسمها على عددهم يدينا الخط اللي في النص ده اللي بنقول عليه كنترول ليميت، اللي هو كنترول ليميت. طب احنا دلوقتي بنتكلم على وحده ضبط الجوده للمتوسطات عشان كده بنستخدم المتوسط. طب الحد الادنى بنجيبه ازاي؟ اللي هو ال LCL ديت اللي هو اختصار لور كنترول ليميت، الحد الادنى الحد السفلي للتحكم، واللي فوق ده ابر كنترول ليميت الحد العلوي للتحكم. الحد السفلي ده بنجيبه بثابت اسمه ايه، تمام، ايه في الار، والار اللي هي عباره عن متوسط المدى، متوسط المدى يعني اول يوم عندنا متوسط لاول يوم وكمان مدى، المدى بتاع اول يوم اللي هو الفرق ما بين اصغر مكعب واعلى مكعب لاول يوم يبقى دي ار واحد، وتاني يوم نفس الموضوع في ار اتنين وار ثلاثة الى اخره. لما نجيب ار واحد زائد ار اتنين زائد ار ثلاثة زائد الى اخره على ان عدد الايام او عدد الخلاصات اللي هي بتختبر ديت بنقدر نجيب المدى المتوسط. المدى المتوسط الايه في الار بتدينا المسافة ما بين الكنترول ليميت واللور كنترول ليميت، وهي نفسها الكنترول ليميت والابر كنترول ليميت، يعني المسافه ما بين الابر كنترول ليميت والكنترول ليميت زي الابر كنترول اللور كنترول ليميت والكنترول ليميت. يبقى احنا كده قدرنا نرسم الثلاث خطوط تمام بمقياس رسم. يعني طلع مثلا عندنا الكنترول ليميت ب 30 ميجا باسكال او 300 كيلو جرام على السنتي، بنعمل خط عند الكلام ده نطرح منها يعني 300 ناقص الاي في الار يدينا الخط اللي تحت، نضيف لها الاي في الار يدينا الخط اللي فوق. يبقى احنا رسمنا ثلاث خطوط. نيجي على الخط الافقي بقى على المحور الافقي نقول والله ده اول يوم كانت المقاومه مثلا 290، ثالث يوم ثاني يوم كانت المقاومه 350، رابع يوم المقاومه مثلا 290، خامس يوم كذا. فبنرسم الخط اللي قدام حضراتكم دوت اللي هو بالشكل دوت ونوصل ما بينهم فبتظهر لنا اللوحه اللي قدامنا دي بنقول عليها لوحه ضبط الجوده للمتوسط. تمام. الخريطة اللي قدامنا دي بتقول لنا ان ديت لوحة ضبط الجودة المتوسط. امتى يعني امتى انا بقى كمتخصص كمهندس او استشاري اقول ان لوحة ضبط الجودة المتوسط ديت كويسة جيدة؟ اذا كان النقط كلها ما بين الابر كنترول واللور كنترول، يعني لازم النقط كلها تبقى جوه الحيز ما بين الابر كنترول واللور كنترول. تمام. وكمان تكون متماثلة ما بين يعني ايه، يبقى نصهم فوق الكنترول ليميت ونصهم تحت الكنترول ليميت تقريبا يعني، وكمان ما تكونش واخده شكل داله يعني ايه ثابته، يعني ما تبقاش على شكل خط مستقيم طالع وهيطلع بقى او ينزل لتحت. تمام. ما تبقى توزيعها بشكل عشوائي يعني بشكل ما فيش متغير اثر فيه. تمام. ده لوحه ضبط الجوده للمتوسط. اللوحه الاخيره طبعا لو حصل ان اي لوحه في الاثنين دولت طلعت نقطه بره حد التحكم السفلي او العلوي يبقى دي ما فيش سيطره على التحكم والكواليتي كنترول، هنا في مشكله ولابد ان تؤخذ اجراءات اداريه وفنيه في المحط او في اللي بينتج الخرسانه ديت او بينتج الماتيريال دي. تمام. يعني يبدا يراجعوا بقى ده هو يعني المعايره ازاي، هل يعني الموازين بتاع المعايره يعني متعايره، يعني الموازين بتاع الوزن بتاع الركام والاسمنت والكلام ده والاضافه والميه هل هي بتدي الوزن المضبوط يعني متعايره ولا لا، هل عمليه الخلط بتتم بشكل سليم، هل اخذ العينات بيتم بشكل سليم، الكلام ده لما يحصل فيه مشكله. تمام. وبالتالي بيكون الهدف هو التحقق والتحري عن سبب المشكله علشان يتم علاجها وازاله الاسباب بتاعه المشكله. تمام. اللوحه الاخيره اللي هنتكلم فيها اللي هي بنقول عليها لوحه ضبط الجوده للمدى، لوحه ضبط الجوده للمدى، المدى اللي هو بنقول عليه اللي هو الرينج، الرينج اللي هو ايه
اللي هو دايما الفرق ما بين اكبر قيمه واصغر قيمه. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا برضو ايه يعني، يعني سب سيتس يعني مجموعه من الخلطات او مجموعه من نتائج الخلصانات في ايام متتاليه، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم الى اخره. اول يوم له ار واحد اللي هو عباره عن ايه، يعني عند اصغر قيمه مثلا المقاومه اول يوم 20 واكبر قيمه مثلا 35، يبقى الرينج الاولاني 15، ثاني يوم 22 واعلى قيمه 40 يبقى 18 وهكذا. يبقى عندي ار واحد وار اثنين وار ثلاثه، نجمع الارات ديت ونقسمهم على عددهم يدينا الكنترول ليميت بتاع لوحه ايه؟ لوحه ضبط الجوده للمدى، لوحه ضبط الجوده يدينا الخط اللي في النص اللي قدامنا دي. الخط اللي في النص اللي هو كنترول ليميت اللي هو قدامنا طالع كده 87 و38 100 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. تمام؟ احنا محتاجين برضو خطين تاني، خط تحت يمثل لنا الابر اللور كنترول ليميت وخط فوق يمثل لنا الابر كنترول ليميت. لو احنا بنبص كده على الشريحه اللي قدامنا ديت هنجد ان الابر كنترول ليميت بيساوي البي في الار، الار اللي هو الايه؟ اللي هو 7.78.3 ده. تمام؟ اللي هو سبق ان احنا حاسبينه. واللور كنترول اللي هي السي في الار، البي والسي هي ثوابت بطاقه، ثوابت بطاقه لا علاقه بالنواحي احصائيه وتحليليه، انما هي ثوابت بتاعته. يبقى احنا عندنا كده في اللوحات ثلاث ثوابت، ثابت اسمه ايه؟ بيستخدم للوحه ضبط الجوده للمتوسط، وثابتين اسمهم بي وسي بيستخدموا الاثنين لضبط الجوده للمدى. تمام؟ طب ازاي انا اقدر اجيب الابر كنترول ليميت؟ بنقول ان الابر كنترول ليميت بيساوي البي اللي هو عندنا في المثال دوت اثنين مضروبه في ايه؟ في الكنترول ليميت اللي هو المدى المتوسط اللي هو 78.3. اللي هو الكنترول ليميت بيساوي الايه؟ بيساوي الثابت اللي هو السي في المدى المتوسط اللي هو هنا عندنا صفر في الايه؟ في المدى المتوسط يطلع صفر. فبنرسم الخطوط الثلاثه برضو بمقياس رسم مناسب ونبدا نوقع المدى لكل يوم من الايام او لكل صبه من الصبات او خلطه من الخلطات يعني. فبيدينا الشكل اللي قدامنا ده. امتى بتبقى مقبوله؟ بتبقى مقبوله اذا كانت جميع العينات محصوره ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، وتكون موزعه بشكل عادل ما بين يعني فوق وتحت الكنترول ليميت، وتكون مش واخده شكل داله. يعني مش واخده شكل داله يعني ايه؟ لان ممكن النقط ديت تدينا خط مستقيم جواهم بس بعد شويه مايل كده، وبعد شويه يطلع من المنحنى الراسي، ثاني يوم هيطلع من المنحنى اللي هو الابر كنترول ليميت او ينزل من المنحنى اللي هو كنترول ليميت. في الوقت ده لا، يبقى في خطر هنا، يبقى في مشكله. المشكله ديت بتتحل ازاي بقى؟ ان هو يعني الاداره الفنيه للمحطه تبدا تراجع الاشتراطات الفنيه والامور الفنيه واساليب الانتاج واساليب التشغيل وهكذا، وبالتالي يتحققوا من سبب المشكله ويروحوا ايه يعالجوها. هي ديت كانت اخر لوحه بالنسبه لنا هنا، والجدول دوت بيورينا ازاي القيم الثوابت ايه وبي وسي. احنا قلنا تاني ايه؟ تستخدم لوحه ضبط الجوده المتوسط، البي وسي تستخدم لوحه ضبط الجوده المدى. تمام؟ وهم الثلاثه بيعتمدوا على ايه؟ على عدد القراءات في كل يوم. يعني النهارده مثلا خدنا 6 مكعبات، يبقى احنا عندنا الثابت 48% ايه والبي 2 والسي 0. طب المجموعه اللي احنا خدنا النهارده 20 مكعب، يبقى الايه ب 18% والبي ب 51% والسي ب 41%. تمام؟ هو عموما احنا لما بنسال بنديك الثوابت ايه والبي والسي، ولكن من دور حضرتك انك انت تبقى عارف ان الايه بتستخدم مع ضبط الجوده المتوسط، والبي والسي بتستخدم مع ضبط الجوده للمدى. تمام؟ احنا كده خلصنا اللي هي الجزء الخاص بضبط الجوده الايه الاحصائي اللي هو الشامل الحسابي والبياني. في حد ليه اسئله يا باشمهندسين؟ معلش يا دكتور انا عندي سؤالين بس. اتفضل. السؤال الاولاني بس في الانحراف السالب والموجب، انا تقريبا متهيألي ان هم المفروض يبقوا العكس حضرتك قلته. عكس اللي انا قلته ازاي؟ احنا قلنا دايما الاشاره بتاع الانحراف لا هي عباره عن متوسط ناقص الوسيط. تمام. تمام. الوسيط دايما فين؟ ما بين المنوال والمتوسط. تمام. تمام. لما المتوسط ناحيه الشمال، المنوال ناحيه الشمال، هيبقى المتوسط ناحيه اليمين. صح؟ تمام. بالظبط. والوسيط هيبقى ما بينهم. صح؟ فلما نيجي نقول متوسط ناقص الوسيط هيبقى المتوسط ايه؟
أصغر من السالب يعني. تمام، يعني المتوسط بيبقى سابق الوسيط، يعني يا اما يبقى اكبر منه يا اما يبقى اصغر منه. ايوه يعني المتوسط لو اكبر من الوسيط خلاص يبقى موجب، لو المتوسط اقل من الوسيط يبقى سالب. تمام جدا يا دكتور. بالنسبه بس معلش السؤال الثاني، هو احنا لو عندنا معامل الاختلاف والانحراف المعياري مطلوب ان انا اقيم الخرسانه. لحظه هندسه كده. الو ايوه يا فندم، انا هبدا دلوقتي، انا بس في محاضره ثانيه هخلص هدخل معاك. ماشي يا باشمهندس. معلش يا دكتور، وانا لو معايا معامل الاختلاف والانحراف المعياري ومطلوب ان انا اقيم الخرسانه دي، فهل اقيمها بناء على معامل الاختلاف ولا استخدم الانحراف المعياري كجدول يعني في التقييم؟ لا لك الحريه هنا يا باشمهندس، اذا لم يذكر ويحدد لك انك انت تستخدم اني ميثودولوجي. هو ممكن يتصادف ان هما الاثنين يدوك نفس التقييم، بس هو طبعا وارد ان هما يختلفوا، انما لو اذا لم يحدد يعني ايه، فانت بتختار الطريقه وتقول تبقى لقيمه معامل الاختلاف قد كده، مستوى ضبط الجوده كذا، او تبقى لقيمه الانحراف المعياري يبقى ضبط الجوده كذا. انما دايما في الغالب انا لما بسالك بقول لك والله تبقى لقيمه الانحراف المعياري فان معامل مستوى ضبط الجوده كذا. تمام جدا. اي اسئله يا فرنسين؟ هو بس يا دكتور بالنسبه للامتحان هيبقى كله ام سي كيو ولا هيبقى فيه جزء ديس كويشن تو مستر دكتور سعيد، يعني لان هو اداكم الماجوريتي بتاع المقرر، يعني خدت معاه وقت طويل جدا، وبالتالي ايه ضاع الجزء اللي احنا كنا هنديه لكم. فانا الجزء بتاعنا هجيب لكم ام سي كيو في الجزء اللي انا بديه لكم ده. تمام جدا يا دكتور. اي اسئله يا باشمهندسين؟ بالتوفيق ان شاء الله. يعني ايه دكتور، هتجيب لنا رسمه دكتور في الامتحان؟ ممكن اجيب لك رسمه اقول لك ده فعل التواء موجب ولا سالب. ممكن اجيب لك رسمه اقول لك ده تمثل. المهم هقيس الفهم، يعني مش هقيسها حاجه ثانيه، يعني اي حاجه ثانيه. هجيب لك رسمه اقول لك الام سي كيو نفسها، يعني هي ممكن اجيب لك رسمه في الام سي كيو، وممكن اجيب لك مساله في الام سي كيو وتحلها وتختار. تمام يا دكتور. اي اسئله؟ هو الفكره كلها ان الموضوع فيري سيمبل زي ما انتم شايفين كده، بسيط خالص اهوت، بس انا يعني لما هسالك هسالك بفهم يعني. تمام، يعني مش سؤال محدد يعني. فهو بقى انتوا لو انتوا عاوزين تسالوا اي حاجه في الامتحان هيبقى مع الدكتور سعيد يعني. اي استفسار يا باشمهندسين؟ لو في اي حاجه ابعتوا لي على الواتس انا هرد عليكم يعني، بس في الجزء اللي انا اديته لكم يعني. تمام جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك. ماشي يا باشمهندسين، شكرا جزيلا، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.